بالجامعه الاستثمار بالمشاريع ببعض المجالات التي لم تطور بشكل كافي. اعتقد بان نحتاج الى هذه المجتمع المدني مثل ما هو، اعتقد الفضاء يعني يعمل في هذا الاتجاه، واتمنى ان يكون هناك فضاءات يعني متعدده ومتخصصه. نحتاج الى فضاء تنموي في مجال السلاحه، في مجال الصناعه، في مجال الفلاحه، في مجال البنى التحتيه، في مجال النقل، في كل هذه المجالات، وينخرطوا فيها كافه ابناء البلد. ابناء البلد من اجل ان يفيدوا بلدهم ومن اجل ان يساهموا في العجله الامنيه. انا في هذه المداخله في هذه الجلسه الافتتاحيه طبعاً لن احاول ان لا اطيع عليكم، ولكن امشي للاسس ديال الاستقرار. كيف نتصور نحن العمليه التنمويه بصفه عامه؟ العملية الاستثمارية بصفة خاصة ودور الجالية يعني على وجه الخصوص. نحن نعتقد بأنه الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد. هذا النقطة التي تتخر ويقضيكم بها حينما ننظر إلى تموجات العالم وما يقع اليوم في العالم، كل العالم وليس فقط ما يقع في الدول العربية والدول الإسلامية، نعتقد بأنه هناك نعمة في هذا البلد يجب أن نشكر الله عليه، ولكن أعتقد إما تشوفهاش أو تجهلها. النعمة أن المغاربة توافقوا فيما بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم، كانوا الأغلبية الحكومة ولا المعارضة اليمين أو اليسار أو الوسط، كان ريفي ولا عروبي بحالي ولا أيضا كان المغرب تأتي بصراحة تأتي شوية أو كان سوسي ولا كان صحراوي، يعني كنعتقد بأن المغاربة اختاروا واحد منهج أعتقد في تقديرنا هو المنهج الإسلامي، أنهم بغاو يسلموا الله علينا البلاد ديالهم، بغاو يطوروا الله علينا البلاد ديالهم، بغاو يسلموا قدام البلاد ديالهم باش تكون البلاد مرفوع لها الراس العالمي، يعني ولكن بأقل ضرر بأكثر الأرباح. أعتقد هذا اختيار مش اختيار سهل. ماشي أن المغاربة كما يريد أن يصور البعض، يعني أنهم خوفاء، راه نهار اللي كان الاستعمار المغاربة راهم ضحاوا ضد الساعه. ونهار اللي نادى المنادي من أجل المسيرة الخضراء 350,000 مستعمر. ونهار اللي نادى المنادي من أية مسيرة كانت لحماية هذا البلد والدفاع عنه، فإن المغاربة مستعدون لذلك، ماشي لا هي.